حرب العالميه الثالثه. الحرب العالميه الثالثه هتبقى المنطقه بتاعتها واضحه جدا، وهتيجي من الناحيه الثانيه الناحيه الشماليه قادمه من انجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى. المفروض ان الحرب هتشهد في هذه المنطقه مرحله الحرب الاوروبيه الروسيه، وكله شغال في الحرب يعني، مش كده وهتسكت، لا، اللي انا قلته ده مكمل في الحرب دي. بعد كده هتدخل الصين داعمه، لان كوريا الشماليه هتدخل مع روسيا فورا فور اندلاع الحرب بين روسيا وحلف الناتو. هتدخل كوريا الشماليه في هذا الامر. بعد كده هتدعم امريكا بقوه، و هتبدا امريكا التدخل مع تدخل امريكا، او انا اسف، هتنضم الصين الى الحرب دعما لروسيا. اثناء انضمام الصين للحرب ستنضم امريكا في هذه الحرب. هذه الحرب حرب فاصله وحرب نهايه الزمان، وفقا لصورة الروم ان اللي هينتصر هو الحلف العربي الروسي. سامعين بقول ايه؟ وفقا لصورة الروم الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي.